طيب يخبر نروح بقى لأخبارنا المتنوعة والإخبارية السريعة، حيث انطلق فجر اليوم مع مراعاة فرق التوقيت مع الصين التي تسبقنا بست ساعات تقريبا العرض العسكري الذي تجريه الصين بالعاصمة بكين في ميدان السماوي وسط العاصمة الصينية، إحياء للذكرى السبعين لعيد النصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة العالم. والأول مرة هتشارك قوات من الجيش المصري في العرض العسكري، هتشكل القوات المصرية مربع كامل من خلال الاستعراض العسكري تقريبا 80 عسكري وده مع 10 دول تانية. تحيا مصر بجد يعني. كما التقط رؤساء وزعماء دول العالم صورا تذكارية قبل انطلاق احتفالات الصين بالذكرى السبعين على انتصارها في الحرب العالمية الثانية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحسب المعلن من الحكومة الصينية هتشكل القوات المصرية مربع كامل زي ما قلنا خلال الاستعراض العسكري، وهيكون قوامه نحو 80 عسكري وده مع 10 دول تانية، وهيبلغ إجمالي عدد القوات الأجنبية المشاركة في العرض 1000 جندي. غيركم من قادة الحزب والدولة وصلوا إلى منصة